مختصر، ولكن انا اليوم كنشكرك لانه الحق حتى على الذات. انا المشكل اللي كنت نتكلم عليه اليوم سمعتنا السيد الكاتب العام هو المشكل ديال المواصل البداديات. انا ما كنقولش كلهم، ولكن الاغلب ديالهم ما لعبش الدور اللي خصو يتلعب، لان نعطي غير واحد المشكل اننا حنا كمنتخبين كنجتمعوا مع المساكنه باش يستجيبوا باش هما يقوموا بيدوا المساهمه ديالهم. المشكل كتلمس من خلال الاجتماع مع البلديات، حنا ما كاينش شفافيه، ما كاينش مصداقيه، ما كاينش الصيد. فعلى سبيل المثال المشكل واحد في المثال، دابا انا كرئيس جامعه ما عنديش اللي حد المستفيدين في الاعياد اللي كيجي، ما يمكنش واحد البلديه كتمشي واحد جانب من هذا المشروع وما يكونش عندها اللائحه ديال المستفيدين. اذا هنا كاين شي حاجه كيبقى كيما قلتي. انا كنقول السيد كاتب العام باش يكونوا عمليين، رجال السلطه راه كيديروا مجهود اكثر من كانوا كيديروا، اللي مشكور اللي مشاو، نتمناو هذو اللي جاو يساعدوا معنا. والسي حسن ديما كتهضر خدام معنا، كنذكر في هذا المشكل مشاكل في السي حسن اللي هو مشاكل النيابه. المشكل اللي كاين السيد العام، السيد الكاتب العام، هو خصهم يجلسوا مع هذه البلديات، اما انهم غيخدموا ويكونوا واضحين معنا وواضحين مع السلطه، لانهم اش كيديروا؟ كيدبروا الامور ديالهم بالطريقه اللي بغاو، وحنا كمنتخبين انتم كسلطه كنلقاو المشاكل والاحتجاجات والفيسبوكات والناس كيهضروا والواتساب، دابا ما دارناش. حنا جاتنا ما عندنا ما عندنا العمليه هذه، حنا عندنا عمليه ولا نشتغلوا هذا المشروع الملكي. المشروع الملكي سيدنا ولا شي عطى تعليمات ديالو باش ما تبقاش عندنا هاد الوصافيح. الحمد لله نهيو راسنا في الاخرين حتى حنا ما بقاش عندنا، ولكن هذه بلدي شنو الدور ديالو؟ الدور ديالهم هو ينظموا ويدبروا ويعطيونا. راه كنا حلينا المشكل على مستوى ديال بيرسمون، لانه كنا هنا مع العمران كنديروا حتى عدم الثقه باش يعطيو الفلوس الجمعيه ديال البلديات باش هو يدرسي. واحد حلينا واحد الموقف مع السيد العام المشكور انه ولا كيحطوا مباشره للعمران، ولكن دابا المستفيدين ما كنعرفوهمش. حنا دابا 8888 نورمالمون في المنطق فاش دار البلان داروا توزيعوا كنعرفوا كل واحد الاسم شكون مربوط عادي. دابا كيقول السيد كيمشي نخلص كيقول لي واش بغيتي كوميرسيال زيد هنا، واش بغيتي ايكونوميك رجع هنا، واش بغيتي على الطريق. هذا الشيء سيد الكاتب العام انا كنشكرك لان طلبتي ليه، وانا كنتقاسم معك هذا المشكل. وراه كان السي حسن راه تشخصي الموضوع الحل، خاصه البلديات اللي دائما غيخدموا معنا ويكون معنا في المستوى ديال العمل يكون معنا، لان ما كانش خصهم ذاك المكتب وراه كتلقى الناس بلا غيبقاو يعطيو. راه المشكل ديال الشفافيه وديال المصداقيه ما كايناش مع واحد العدد ديال البلديات، راه كيخربقوا كيبدلوا البقع كيعطيو لهذا، كيصيفطوا لي الناس كيقولوا له راه دازت فيك الطريق سير على البلديه عند الرئيس يعاودك. ودابا وصلنا للتعويض وصلنا لهذا وصلنا. وكاين واحد المشكل اخر سيدي الكاتب العام عاوتاني هو ديال التصميم ديال بعض البلديات، لانه كاين واحد المشكل كان داير لهم دوك المرافق بزاف، وهذا هذا مشكل ديال يمكن نرتبط مع الفندق ديال المجموع خصنا نجلسوا مع الوكاله وداك الشيء. اذا كان شي امكانيه نمشي نحضروا شي حاجه نغيروا، باش اذا كانت كتبقى في المثال واحد الحي فيه حديقه فيها 4000 ولا 5000 متر وواحد العدد ديال الناس اللي هما تيخدموا فيه البلاد وتيخدموا داك الشيء ما مستعدينش، علاش ما يمكنناش نصغروا في المثال من ديك الحديقه ونخليو دوك الناس يستافدوا ويكونوا مرافق؟ ما يكونش عطينا مرافق على الاحياء ديال المدينه ديال الحياه الرياضيه ولا هذا ميداليات كانوا مع مفتقدين لا الضوء لا الماء لا هذا، ونجيو عاد كنقول لهم حنا حديقه في مدى فيها 4000 متر ولا يكون فيها حمامات ولا يكون فيها مدارس ولا هذا، اللي هما في غنى على لان الاولويه هو يسكنوا عاد نشوفوا دوك المرافق. وشكرا. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.